قوله صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهم في المضاجع، هذا حديث شيخ عام؟ ها؟ هذا حديث عام يا شيخ. كيف عام؟ يعني يتناول جميع الناس، مثلا الأخوة مثلا في الله غير النسب، والأب ووالده مثلا وغير ذلك يا شيخ. إيه نعم نعم، فرق بينهم في المضاجع، يعني بين البنين وبين البنات، وبين البنات بعضهم مع بعض والبني بعضهم مع بعض، يفرق بينهم المضاجع، لأنه يخشى من الشر إذا بلغوا 10 سنوات، يخشى من الشر. نعم إيش؟ إيه نعم نعم، الكبار اللي هم 20 سنة ما يكون في فراش واحد، خطر عليهم جدا. وتعرف الإنسان النائم قد لا يشعر بشيء،